مرحبا، اليوم بحلقتنا حأشرح لكم عن أهم 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 برنامج للآيفون. خلونا نشوف شو هو. أول شيء البرنامج هو 3U Tools، يلي بيعرفه حيتعلم كل شيء فيه هلأ، ويلي ما بيعرفه حيتعرف عليه. أول شيء من المتصفح، أي متصفح موجود عنا، كروم أو فايرفوكس، نفتح جوجل، بالسيرش بنكتب 3U Tools، نعمل سيرش، حيطلع عنا هو أول خيار هو الويب سايت الرسمي لل 3U Tools، بنكبس عليه، بننزل لتحت، بنلاقي خيار الداونلود، بنكبس عليه، وهلا بنختار وين بدنا نسيفه، أنا رح أحطه على الديسكتوب، وأعطيه سيف. وبننطر شوية وقت ليخلص داونلود، وبعد ما ينزل عنا وننصبه التنصيب المتعرف عليه اللي هو next. أنا منصبه قبل، حتظهر عنا الأيقونة على اللابتوب بهيدا الشكل، نكبس عليها بنفتحها، بيفتح عنا البرنامج بهذا الشكل اللي هو هون بيطلع عنا التليفون بعد ما نوصله، وهون الابليكيشن مثل الاب ستور، فينا نحط الابل اي دي تبعنا ونعمله داونلود ينزل على التليفون، التطبيق هو لحاله بيعمل انستول بشكل اوتوماتيكي. وهون عنا اللي هو الرينج تون او الميوزك، كمان فينا ننزلها. وهون موجود عنا اللي هو فلاش ان جي بي اللي هو جيل بريك. هون عنا الايزي فلاش، بس اوصل للتليفون هعلمكم عليها هيدي. وعنا هون جيل بريك، وفينا هون الفيرموير، فينا ننزل السوفت وير اللي بدنا اياه، بنختار التليفون من هون، ومثلا 12 برو ماكس اللي هو عنا السوفت وير هلا اللي ماشي 14.4 فينا ننزله من هون. وهون عنا التول بوكس اللي هو كل شيء settings للتليفون، يعني مثلا هون عنا باك اب اند ريستور، فينا نعمل باك اب للتليفون او نرجع الباك اب، فينا عنا هون ميك رينج تون، فينا نعمل نغمه رنين. نوصل التليفون، بس وصلنا التليفون اذا كان فيه باسورد بنكتب الباسورد، حيطلب منا الوثوق بالكمبيوتر اللي عم نوصله عليه، بنعطيه الوثوق او تراست، حيفتح لنا التليفون بهذا الشكل قدامنا. عنا هون الانفو، شو في عنا معلومات عن التليفون واي موديل واي اي او اس سوفت وير تاعوله، وعم يقلنا اذا فيه جيل بريك او لا، اكيد نو، وعم يقلنا انه اكتيفيت، وهون كل القصص تبع التليفون، وهون عنا قديه الستورج بالتليفون. وهون تاني خيار عنا اللي هو الابليكيشن، هون شو في ابليكيشن موجوده بالتليفون، وهون الابليكيشن اللي بدها ابديت عنا بالتليفون، وفينا اكيد نعمل ان انستول لاي ابليكيشن بدنا اياه. وهون اذا كان عنا فايل لابليكيشن فينا نحطه للفايل من فوق. تاني خيار هو عنا الفوتوز، هون موجودة عنا الفوتوز، فينا نحط فوتوز من الكمبيوتر، فينا نضيفهم من قلب الكمبيوتر لعنا على التليفون، فينا نشيلهم من التليفون بنحطهم على قلب الكمبيوتر، فينا نحذف صور ما بدنا اياها عن طريق مثلا امبورت فوتو هون او اكسبورت فوتو، بس يكون عنا صور بنعملهم اكسبورت، وفينا نعملهم ديليت. وهون عنا الميوزك، بدي اقول شغله، في كتير ناس ما بيعرفوا انه فينا نحط ميوزك بالاخص بعالمنا العربي، يعني انه فينا نحط ميوزك على برنامج الايتونز، يعني انه نسمعهم من دون انترنت. اذا كان عندنا فايلات ميوزك MP3 او اي فايل تاني، فينا نشيلهم من الكمبيوتر ومنحطهم هون، بيصيروا يبينوا عنا بالايتونز. وهون عنا هلا الفيديوز، هون كمان بدي مثل موضوع الميوزك، فينا نحط على الابليكيشن تبع ابل اللي هو تي في،
او موفيز حسب اصدار الاي او اس تبعك. وهون عندنا البوكس اللي هو ملفات البي دي اف او ملفات الوورد او الدوكيومنتس بشكل عام، فينا كمان نضيفهم من هون كمان اذا كانوا موجودين على الديسكتوب بنحطهم. وهون عندنا اليو ديسك ما حتعتازوه بالنسبه كمستخدم مبدئي. وهون عندنا الداتا. هلا الداتا هون فيها كتير شيء مهم، فينا الاسماء، سجل المكالمات، المسجز، الملاحظات، التسجيلات، البوكس مارك، الكالندر، كلياتهم هون موجودين عندنا. فينا نعمل لهم باك اب، نرجع نرجعهم على التليفون، فينا نحذف منهم، فينا نضيف عليهم. ما راح فوت كتير بالموضوع لانه حيكون عليهم حلقه خاصه للداتا، كيف ننسخ الاسماء، كيف ننسخ المسجز وهول كلياتهم. هلا بنجي على الخيارات اللي فوق اللي هي الابس، الابلكيشن هون متجر التطبيقات. كمان راح اعمل حلقه عنه كامله، كيف بنحط الابل اي دي وننزل تطبيقات، وبتضل عنا نسخه من التطبيق بننزلها على اي تليفون من دون ما نضطر انه نعمل داونلود بهذا التليفون ونرجع نعمل داونلود بالتليفون الثاني. يعني حيكون عنا نسخه من التطبيق خاصه فينا بننزلها على اي ايفون بدنا اياه. وهون عنا الميوزك يلي فينا نعملها، يعني الرينج تون والميوزك فينا نعملها داونلود من هون وبتروح ديركت على الرينج تونز بقلب الايفون. ومن هون فينا نعمل، يعني عم بيعطينا الفلاش اند جيل بريك اللي هو كيف نعمل، يعني ننزل فيرموير للتليفون وبنعمل سوفتوير للتليفون. وهيدا الشيء حيكون بالحلقه الجايه، حعلمكم كيف بنعمل سوفتوير للايفون بطريقه كتير سهله وبسيطه وما بتاكل معنا دقيقتين، بس حياكل شويه وقت اللي هو السوفتوير. وهلا اذا عجبتكم الحلقه اكيد ما تنسونا من اللايك والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات، لأنه حيجيكم كتير قصص حلوة بعدين. مع السلامة.